قضية أو ما يعرف بقضية التسفير وإطلاق سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتفاصيل. معنا من تونس مراسلنا خليل الكلاعي. خليل، إذن الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح على ذمة هذه القضية المعروفة بقضية التسفير، لو نحاول أن نفهم معك خليل يعني آخر التطورات المتعلقة بهذه القضية. جمال، يبدو أن قاضي التحقيق في قضية التسهيل اتخذ استراتيجية إن صح التعبير تقضي بالبدء في الاستماع لمن هم بحالة صراحة وبحالة تقديم استكمال الأبحاث معهم، ثم المرور إلى استماع منهم بحالة إيقاف. دليل ذلك أنه كل من قدموا أو كل من تم استنطاقهم وهم بحالة تقديم أو بحالة صراح وقع اتخاذ قرار فيهم جميعا تقريبا، وكان القرار بإبقائهم جميعا بحالة صراح وبتأجيل استنطاقهم إلى 28 من نوفمبر تشرين الثاني. هؤلاء هم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس، القيادي بحركة النهضة لحبيب اللوز، ووزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين خادمي، الذي شمله كذلك قرار بإلغاء تحجير السفر الذي كان قد فرض عليه على خلفية هذه القضية. يبقى أن نعرف ما مصير نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، وكذلك النائب السابق عن حركة النهضة ومدير شركة سيفاكس إيرلاينز محمد فريخة وغيرهم. لكن جمال، اللافت هنا وفق ما نقلته لنا أطراف مقربة من هذا الملف، أنه الأبحاث لا تشمل هذه الشخصيات فقط، الأبحاث ربما ستشمل عدد 871 شخصية مشمولة أو ربما تكون مشمولة بالبحث في هذا الملف. وربما المفاجأة أنه رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي هو كذلك مشمول بالبحث طبقا لمحاميته التي أبلغت اليوم بهذا النبأ، هو كذلك مشمول بالبحث والتحقيق في هذا الملف. نعم جمال، نعم، بالإضافة إلى قيادات أمنية أيضا وسياسية. الآن تصريح لرئيس حركة النهضة الغنوشي يقول بأن القضاء التونسي أفشل محاولة تلبيس النهضة بلباس الإرهاب كما يقول. تابع معك خليل أيضا ردود الفعل في تونس على مستوى المجتمع المدني، بقية الأحزاب حول هذه القضية، وأيضا الحراك السياسي اليوم عموما في تونس. جمال، الحراك السياسي والمدني في تونس اليوم يسير على وقع اقتراب تاريخ إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في 17 من ديسمبر كانون الأول، وكذلك على وقع مرسوم تعديل قانون الانتخابات، وأيضا على وقع المرسوم عدد 54 الذي يخص جرائم الاتصالات. هذا المرسوم تضمن وفق المجتمع المدني وفق الأحزاب كذلك فصولا زجرية وفصولا قاسية إن صح التعبير في علاقة بالتدوين وبحرية التعبير. أحزاب المعارضة، جبهة الخلاص الوطني على سبيل المثال، تقول أن رئيس الجمهورية استغل هذا المرسوم لإدراج عقوبات بدنية، عقوبات سالبة للحرية قاسية جدا في تهم يصعب تكييفها أو ربما مجال تكييفها ومجال الاجتهاد القضائي فيها كان واسعا جدا، وبالتالي هي جرائم تدخل في نطاق حرية التعبير. شملها الفصل أو المرسوم عدد 115-116 المتعارف عليه هنا في تونس، وبالتالي ليس هناك فراغ في المنظومة القانونية وفي النص التشريعي التونسي، وبالتالي ليس هناك من حاجة لإحداث أو لصياغة مراسيم أو قوانين جديدة فيما يتعلق بمثل هذا النوع من الجرائم. تجديد العقوبة كان واضحا بالنسبة لأحزاب المعارضة وكذلك بالنسبة لطيف واسع من المجتمع المدني أن هناك نية للتضييق على حرية التعبير من خلال هذا المرسوم. اليوم كان هناك بيان لأكثر من 30 منظمة وطنية حول هذا المرسوم، طلبت الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل واضح بسحب هذا المرسوم والتراجع عنه، لكن لم يثبت في السابق أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد تراجع عن قوانين أو مراسيم أصدرها، وبالتالي هذا المرسوم الذي دخل بالفعل حيز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية أصبح أمرا واقعا.
وربما سيكون على منظمات المجتمع المدني وكذلك الأحزاب السياسية أن تطاول وتطرح أشكالا نضالية واحتجاجية إضافية للتصدي لهذا المرسوم. شكرا جزيلا لك خليل كلاعي مراسلنا من تونس.